فعلى كل حال ليلة القدر ليست معلومة بعينها، وهذا من حكمة الله ومن رحمة الله. اسمع يا رجل، إخفاؤها حكمة ورحمة، أما كونه حكمة فليعلم الله عز وجل من كان حريصا على الخير ممن لم يكن حريصا عليه، لأن الحريص على الخير يهون عليه أن يقوم 10 ليال بل 20 ليلة لتحرير ليلة القدر، ومن لم يكن حريصا يقول إذا كان لا أعلم أنها ليلة واحدة معينة إذن ما لا داعي أتعب نفسي. هذه حكمة ولا رحمة؟ حكمة. أما الرحمة فمن أجل أن يزداد العباد عبادة لله، لأنها لو كانت ليلة القدر معلومة لاجتهد الناس في كم ليلة؟ أجيب جماعة، في ليلة واحدة، لكن إذا كانت هذه معلومة اجتهدوا في 10 ليال وازدادوا بذلك أجرا ورفعة. ولا تحتقر الأجر، لا تحتقر الأجر، لا تحتقر الأجر، والله لا يتمنى أن أحدكم زيادة ذرة في حسناته، زيادة مثقال ذرة في حسناته، وما يدري، ما يدري متى يكون متمنيا لهذا، فإنه بمجرد أن يموت يتمنى. وهل الموت معلوم؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب، يعني أن لا يكون تاب. إذن لا تحتقرن من الخير شيئا، اتق النار ولو بشق تمرة، اتق النار ولو بشق تمرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.